السيد حازم بن قاسم وهو الرئيس التنفيذي المشارك لإنفست كورب وهي تعد المؤسسة المالية المتخصصة في الاستثمارات البديلة. أهلا ومرحبا بك. مرحبا رولا وشكرا للاستضافة. نتحدث بداية عن حجم المحفظة اليوم، كم بلغ لديكم في ظل التقلبات الاقتصادية وفي آخر تخرجات لكم لمعالجة الأوضاع الاقتصادية؟ والله الحمد لله ابونا، في السنه الماضيه في 12 شهر الماضي انفست كوربس الاصول المداره كبرت من 42 مليار دولار الى 50 مليار دولار اليوم. فالحمد لله في كل قطاعاتنا، في الاستثمارات، في البرايفت اكويتي اللي هي الاستثمار في الشركات الخاصه، وفي البرايفت او في الريل استيت، الحمد لله الاستثمار ما زال في المسيره التي توقعناها. ترغبون في الاستثمار بمليار دولار في القطاع العقاري في دول الخليج وتحديدا السعودية، لماذا هذا التوقيت ولماذا القطاع العقاري؟ اولا نقول احنا مسار استثمارنا في الخليج، هذه تجربه بديناها من سنه 82، والحمد لله احنا من الخليج والى الخليج. من قبل 15 سنه بدينا الاستثمار في قطاع الاستثمار في الشركات الخاصه، وبعدها قبل خمس سنوات بدينا الاستثمار في البنيه التحتيه، والان بدينا الاستثمار في القطاع اللوجستيكي وفي العقار في الخليج. بصفه عامه الخليج تتمتع اليوم بنمو واقتصاد قوي واقتصاد راكز، وهذه بالمقارنة مع معظم المناطق الثانية في العالم تختلف. الحمد لله الخليج هذه ميزة، ونحن نرغب أنه نكون مستثمرين في قطاع الذي يحتاج نمو أكثر من الموجود اليوم. العقار بالخصوص في قطاع اللوجيستيكس والويرهاوسز لا زال هناك فرص في الخليج للنمو. إن شاء الله إنفست كورب عندها خطة استراتيجية لاستثمار قرابة المليار دولار في هذا القطاع. يعني أنت ذكرت أنه محفظتكم حجمها أكثر من 50 مليار دولار، بماذا تتوزع المحفظة أعمالها؟ أعمالها بصفة عامة ثلاث قطاعات، أولاً الاستثمار في الشركات الخاصة البرايفت أكويتي، ثانياً الاستثمار في العقار، وإنفست كورب واحد من أكبر المستثمرين في العقار في أمريكا، في أوروبا، وإن شاء الله في الهند وفي الخليج بصفة عامة، وثالثاً في إدارة الدين. وبهذه النقطة أختر أحب أبشر أنه في الأسبوعين الماضيين أكملنا الاستحواذ على شركة ماربل بوينت اللي هي واحدة من أكبر شركات إدارة الدين في نيويورك بقيمة 8 مليار من دولار من الأصول الدائرة. هذا رقم كبير. دعني أتجه الآن معك إلى التخرجات، من ماذا خرجتم واعتبرتم أنه توقيت التخرج مناسب اليوم لأنه البقاء في هذه الاستثمارات لم يعد مجدي؟ والله التخرجات اولا عاده تقارنها بالمده التي استثمر فيها المستثمر. الحمد لله في ال 12 شهر الماضي اكملنا العديد من الخروج من الاستثمارات بالخصوص في الشركات الخاصه في اوروبا، شركه داينيزي التي المستثمرين وصلوا الى اكثر من 4 أضعاف مربيحهم، في الاصول المداره، في الريل استيت بصفه عامه في امريكا وفي أوروبا، أمكننا من الخروج من العديد من الصفقات المربحة إلى المستثمرين، بالإضافة للاستثمارات الجديدة اللي عملناها في الهند، في استثمارين في كمان في قطاع البرايفت أكويتي في الهند الذي خرجنا منه، والحمد لله بداية حسنة في استثماراتنا في الهند، وإن شاء الله أكثر قادم. كل التوفيق لكم السيد حازم بن قاسم، وأنت الرئيس التنفيذي المشارك لإنفست كورب، شكرا جزيلا. بارك الله فيك.